الحقيقة مع اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وخاصة في الجامعات المصرية، كان في طبعا بروتوكول التعاون اللي مضى سيد الوزير سيد الدكتور خالد عبد الغفار مع الشركات المتخصصة ومن ضمنها شركة هواوي. كلية حاسبات جامعة الفيوم الحقيقة برضو بدعم من سيد رئيس الجامعة سيد الدكتور محمد أبو الغار لتطوير المنظومة التعليمية وتدريب الطلاب على سوق العمل واحتياجات سوق العمل وخاصة مع الشركات الدولية. الحقيقة من المنطلق ده الحقيقة احنا كحاسبات ومعلومات الفيوم شاركنا مع احد الشركاء المهمين جدا في مجتمع المعلوماتية هي شركة هواوي بالتعاون في مجالات كتيرة، منها المسابقة الخاصة بالطلاب الحقيقة في تدريب خاص بالطلاب بيتم الحقيقة في 6 محاور موجودين، والشركة الحقيقة من ضمن الاتفاقية الخاصة بالتعاون مع حاسبات الفيوم هتقدم فرص تدريبية في 6 محاور للطلاب، فرص تدريبية مجانية للطلاب، وكمان هتقدم لهم فاوتشرز لدخول السيرتيفيكت الدولية أو الشهادة الدولية مجانية بشكل كامل للطلاب، وهتتيح لهم فرصة أنهم يخشوا مسابقة دولية. والحقيقة كان لينا احنا كحاسبات الفيوم مشاركة قبل كده، أحد الطلاب وصلوا للنهائيات، فاحنا برضو بنأمل أن التعاون الحقيقة في المسابقة دي يكون مثمر، وطلبة الكلية الحقيقة عندهم اهتمام عالي جدا بالمسابقة، وشوفنا الكلام ده في ريجستريشن اللي موجود داخل الكلية، وإن شاء الله يعني كلية حاسبات جامعة الفيوم تحقق الحقيقة مراكز أولى على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العالمي كمان. الحقيقة من ضمن الحقيقة التعاون ما بين حاسبات الفيوم وشركة هواوي، التعاون الخاص بأكاديمية هواوي للتدريب، وإحنا النهاردة يمكن جددنا الأكاديمية الخاصة بهواوي لتدريب الطلاب في تدريبات متخصصة لاحتياجات سوق العمل، ناهل الطالب عندنا يحس إن الطالب مش بس ياخد مادة علمية، الطالب كمان ياخد كمان تدريب لسوق العمل بشكل كبير جداً، وبعد ما ياخد السيرتيفيكت على التدريب ده هيكون في جوب فير هيشارك فيه شركة هواوي وشركائها في السوق لاختيار او توظيف خريجي حاسبات ومعلومات الفيوم في الشركات الدولية للحاصلين على سيرتيفيكت دولية من شركة هواوي. وكمان الحقيقة احنا في صدد ان احنا نعمل معامل متخصصة مع شركة هواوي الحقيقة بدعم كامل من الشركة، وده يبقى ان شاء الله ثمرة التعاون خاصة ما بين حاسبات ومعلومات الفيوم وشركة هواوي، وإن شاء الله الحقيقة نتمنى أن التواصل ده يفضل مستمر بشكل كبير جداً لخدمة طالب كلية حاسبات ومعلومات. أنا اسمي ملك أحمد حسين في كلية حاسبات جامعة الفيوم هنا البرامج الخاصة برنامج الاي اي، أنا في سنة تانية. النهاردة شركة هواوي كانت عندنا كانت بتتكلم عن المسابقات اللي هي بتعملها. المسابقة دي يعني فرصتها هتبقى لذيذة جداً بالنسبة لنا كلنا، وكلنا تقريباً الطلبة كان النهاردة العدد كان كبير جداً ما كناش عارفين نقعد. المسابقة دي كلنا عايزين نشارك فيها، وهي يعني هتدينا فرصة كبيرة جدا ان احنا نطور من مهاراتنا في كل المجالات اللي هي كانت عرضتها. ادونا فرصة ان احنا نذاكر الاول ونحضر الكورسز دي فور فري، وان احنا بعد كده نمتحن بشكل قياس مستوى بس مش مفهوش اي درجات او كده. الحضور نفسه بيدينا اصلا 10 grades في المسابقة كاتندنس وبس، واحنا بعد كده نقدر نشارك في المسابقه دي لو احنا من التوب 200 تقريبا بس. فالمسابقه دي يعني اصلا كده كده السنه اللي فاتت كان طالب من حاسبات الفيوم هو اللي اتصعد فهو اللي كسب، فدي كانت حاجه بالنسبه لنا برضو بتشجعنا جدا، يعني حاجه جميله جدا، والكل متحمس ان هو يدخل ان شاء الله، ويا رب كلنا نجيب بونتس عاليه. انا اسمي رضينا ياسر، كليه حاسبات ومعلومات فرقه ثالثه برامج خاصه قسم باي انفورماتكس. النهارده شركه هواوي كانت مقدمه لنا ايفنت عن مسابقه تقدمها. المسابقه دي يعني فرصه كبيره جدا لكل طالب ان هو يشترك فيها، لانها يعني حتى لو مثلا مش عايز ياخد الشهاده او مش عايز يتاهل قدامه ان هي ان هو بيعمل الكورسات دي، فالكورسات دي لما تيجي تاخدها بره بتبقى يعني بسعر خرافي. فان احنا غير ان احنا اللي عايز ياخد الشهاده واللي عايز يتاهل، لا ده قدامك فرصه ان انت
تاخد الكورسات دي فور فري وتتعلم منها حاجة دي. ويعني انا نفسي شايفاها فرصة كبيرة جدا لكل يعني كل طالب ان هو يعني لازم ياخدها. بلس اساسا لو انت عايز تتأهل وتاخد الشهادة بانك حضور اللايف نفسه وبقى هو السؤال يعني المحاضرة بتبقى لايف عشان يعني خاطر اللي عايز يسأل سؤال حضور اللايف او انك انت تسمع المحاضرة بتاخد لك يعني 10 درجات زيادة عشان خاطر انك تتأهل اساسا يبقى هو اعلى 200 درجة فده بيضيف لك اعلى 200 طالب فده بيضيف لك الدرجات. بلس اساسا ان هو بيبقى فيه يعني اوبشن ان انت تمتحن فور فري وتشوف درجتك في الامتحان ده لو عدت يعني لو عدت المجموع اللي هم عايزينه بتاخد اللي هو شهاده كده ان انت تدخل الامتحان اللي هو العالمي ويعني قيمته تقريبا 200 دولار فيعني دي فرصه كويسه جدا 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 اي طالب ان هو ممكن مثلا ياخد المنحه دي يعتبر او المسابقه دي.